حتى لا يتحولوا إلى خرافة. عرض مسرحي يحاكي واقع العراق في الوقت الحالي في كربلاء، قدم عدد من الفنانين الشباب وغير الشباب وسط ساحة الانتفاضة مكان اعتصام الكربلائيين. أريد أطلع من بيتنا وأرجع عالم أمن على عائلتي بدون موت مجاني. من خلال تقديم عملا مسرحيا بعنوان موجز الأبناء للكاتب سعد هدابي، والذي كان لنا الشرف أن نقدمه في هذه الليلة المباركة للمرة الثالثة على التوالي. نعم، كان الفنان له دور كبير مع انتفاضة الكبرى للشعب، وكان المسرحيون أيضا لهم الآن اليوم كلمة بحق هذا الشعب لنقول جميعا نريد وطن. باختصار أيضا محور المسرحية تتكلم عن قيمة الشهادة. العرض جسد معاناة الخريجين والفقراء، والذي اختصر هذه المعاناة لتوجيه انتقاد نادع للطبقة السياسية المتحكمة بمصير البلاد والعباد. مسرحية هي عبارة عن عدد من الطلبة يطالبون بحقوقهم السلمية وحقوقهم المسلوبة. المسرح هو رسالة توعوية، من خلالها ضربنا ثيمات معينة، حاولنا إيصال رسالة إلى كافة أبناء المجتمع. مثل ما تعرف أنه اليوم المجتمع متعدد الطبقات، بالتالي إحنا بهذه الاعتصامات السلمية نحاول نوصل الرسالة من خلال مسرح شارع اللي هو المسرح الاحتجاجي. في خطوة لم تشهدها المدينة من قبل، عروض مسرحية ناقدة للواقع المتردي الذي دفع الشباب لتنظيم اعتصامات سلمية كبرى. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.